انطلقت أعمال التنمية والتطوير لقرية نجع الجسور بمحافظة الأكسر وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 وذلك ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وانطلقت عملية إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرية وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال, خلال خلق فرص عمل تتناسب وهي تقليدية مع وتتناسب مع طبيعة الظروف المعيشية للأسر المستهدفة ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلقت اعمال التنميه والتطوير لقريه نجا الجسور بمحافظه الاقصر وفقا لرؤيه الدوله المصريه 2030 وانطلقت عمليه اعاده اعمار المنازل المتهالكه بالقريه وكذلك التمكين الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل غير تقليديه تتناسب مع طبيعه ظروف المعيشيه للاسر المستهدفه فضلا عن تقديم حزمه من الخدمات الطبيه المتكامله ذات الجوده ل طلاب المدارس بالقرية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. من استفاد من البلد كله خير. البلد بالصلاة على النبي كده في خير داخل البلد. وتتضمن أعمال التطوير والتنمية إعادة إعمار عدد من المنازل المتهالكة وإقامة مشروعات تمكين اقتصادي لغير القادرين هذا بالإضافة إلى توزيع مساعدات إنسانية تقدر بنحو 400 كرتونة مساعدات غذائية وعينية على الأسر الأولى بالرعاية تنمية وتطوير قرية نجع الجسور يأتي استمرارا لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات الحدودية وبخاصة سكان الوديان والمناطق الجبلية بسانت كاترين ومناطق وسط وجنوب سيناء والنطاقات الصحراوية في حلايب وشلاتين وصولا لرأس حضربه وشايف الاسمنت جاي والاصل يعني حاجه في حاجه تشرف صراحه يعني اعمال تنميه وتطوير قريه نجا الجسور يتم تنفيذها على اربع مراحل اساسيه، تبدا بعمل مسح شامل لاحتياجات الاهالي داخل القريه والوقوف على اهم جوانب معاناتهم سواء في المسكن الذي يعيشون فيه او في مصادر دخلهم او فيما يعانون من مشكلات صحيه، وتاتي المرحله الثانيه وهي اختيار ما سوف يتم تنفيذه داخل القريه من انشطه تحقق هدف التعاون وهو خلق حياة كريمه للاسر في كل مفردات حياتهم ثم يليها مرحله التنفيذ التي انطلقت بالفعل واخيرا مرحله المتابعه وقياس الاثر